المهم ان اللعبه الحين قاعد تحمل يعني نمط راح تخلص ونجربها ونشوف حكي الناس هذا كله هل هو كلام صدق ولا كالعاده اشاعات. بس الظاهر بس صدق الاشاعات هذه رفعت من مستوى اللعبه. ف خلصت خندش عليها اوبن خندش على اللعبه سوي اوبن. انا ادعى مريم. بس مريم وينك في انت؟ اوكي حسنا طولنا الصوت. اطفئ النور وارفع الصوت. اذا اطفئ النور يا مريم ما راح يشوفونا الناس. فقط الكبار فوق 9 سنوات. انا عمري فوق 9 سنوات يعني الكبار فوق 9 سنوات. يلا اوكي بدام قال كذي بدام قال كذي. مريم ما هو اسمك؟ اسمي ابو جريد. اهلا بك. انا ما استطيع العوده الى المنزل وانت اصلا شايبك هني. ومن اللي وراك هذا؟ هل تود ارشادي؟ طبعي خير انا فنقول نعم. انك يا ابو جريد شخص رائع معلوم. هذا كلام خالصين منه. ندري ان انا شخص رائع. ابحث معي عن منزلي كان غريبا. شلون يعني اختفى انحاش منزلك ولا ايش صار؟ عندما حلل ما عد ارى الحكي كله ان مريم هذه شايبه هني. حسن ماذا تظن؟ في اتجاه الغابه واتجاه اخر. بدام في غابه وانت قريبه انك موجود على بالغابه نقول هيا اذا يلا ندور. حسنا يعني للحين ما شفت حتى اللعبه جدا بسيطه يعني اللعبه ما فيها اي شيء موسيقى. واود ان اسالك سؤال من الحين في الطريق. ماذا؟ هل شاهدت جميع الفيديوهات المنتشره عني؟ نعم. اصلا ماكو غير الخيار هذا. نعم اكتشفوا سري. ما لا اعتقد لان اصلا ماكو سر. سوف اوريك شيء مختلف تمام. تبي توريني شيء بالغابه وبالليل؟ زين وين الشيء اللي تورينيه؟ ما ورتنا الشيء اللي قالت عنه. وصلنا المنزل. شكرا جزيلا انتظرني وسوف اعود. خلنا ننطر مريم. هل بجريد هو اسمك الحقيقي او تغير؟ لا هذا اسمي الحقيقي. اخبرت والدي عنك وانت حسين. بسم الله سريعة هذه بسرعة اخبرتهم عني. هل تود ان تراهم الان؟ ليش لا؟ نعم نقول نعم. تفضل معي حتى نذهب سويا. حسنا خندش ونشوف مريم مش عندها بالبيت. ادخل هذه الغرفة سوف ترى. هذه اشكره موصيلة يعني ادخل غرفة وتراهم. يلا دخلنا. انا لست الحوت الازرق كما يدعون. لا انك كاتب اعرف. ادري ان انت مثل الحوت الازرق. انا خايف؟ لا مو خايف. لست خايف مو خايف. لطيفة تحب اللعب مع الجميع. زين لطيفة انت بس اللي وراك شنو؟ شو اللي وراك هذا؟ شنو سمعتي؟ من يسمع راديو الحين اصلا؟ نهاية العالم غريبة. لا انه كذب. ما سمعت نهاية العالم. لماذا لم تدخل الغرفة؟ حسن عيب ادخل الغرفة اصلا ما في احد البيت. انت الان مسجون في هذا. انزل. ليش سجنتني؟ ايش سويت الحين انا؟ ساعدها بنت الذين مساعدها. لن تخرج حتى اعود لك بعد قليل. مفتاح فقط. هز الهاتف. مفك عجل. هذا مو مفتاح. شنو هذا؟ مفتاح. اوكي نخش تحت طاولة الطعام. تحت طاولة الطعام يلا خش تحت طاولة الطعام. عادت من جديد. شليان هذا مسوي رعب كذي. لا تصدر اي صوت. اوكي ساكتين. يا ابو جريد لقد عدت. ايش تبيني؟ انا المخادع. انت اللي حاكرتني. مخادع شنو؟ يعني للحين انا ما في شيء باللعبه يخرع ولا شيء غير الصرخه اللي مساء. اعلم انك هنا في المنزل. اكيد وين بروح يعني؟ حقرتني تاني. ماذا تريد ان تسمع؟ الزم الصمت. صوت عالي ما بسمع شيء. شنو اسمع تسمعه؟
انا منخش اقول له استغني الاغنيه، اضغط على هذا الرابط اهداء مني لك. اوكي ضغطنا على الرابط يوتيوب. شنو هذا؟ اندلس تيرز، شكلها حزينه مريم. شنو الاغنيه هذه؟ هداء شكلها انمي ولا ما ادري شنو. شكرا على الاهداء. المهم ظهر تبيني اسمع الاغنيه علشان تعرف هي انا ويني. احد ما خرج المنزل، اخرج من مخبئ، اخرج من مخبئ. يلا نحاش يا معود، انتظرنا الجزء الثاني غدا. بس اسمك شيء عادي. مريم اللي خبونا فيها وتذبح وانتحر وما ادري شنو، باك شيء. يبقى انا اشوف ان هذا ضجع لما يسوها اللعبه عشان تنجح، بس اللعبه ما فيها شيء. شنو انتظرني غدا يعني؟ العب باكر يعني؟ انطر العب باكر وشوف. واحد انتحر بسبة مريم. عاد الشعب اليوتيوب ما يحبون الهبات، ما يحبون الترند. على طول صارت ترند لعبة مريم. انا من كثر ما كلموني عنها سووا عن لعبة مريم، سوينا لعبة مريم. يعني حتى في طلعوا ناس بالتلفزيونات ما شفته وقاعد يتكلمون عن اللعبة هذه انها تبو دش جيزتكم، بس انا ما شيء. علوم هذا اللي كان معانا، شاركونا رايكم تحت. لعبة مريم، كان معاكم كوم طلق جريد، والسلام عليكم.